فور، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنكمل ليسون 1 يونت 1 هيومن دايجستيف سيستم. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الماوس، واتكلمنا فيه عن التيث والتونج والسليفري جلاندز، وبعد كده بيجي بعد الماوس في الدايجستيف كانال بيجي الفارينكس. النهارده هنتكلم عن الفارينكس، والفارينكس هو كامينج كافيتي between digestive system and respiratory system. يعني ايه الكلام ده؟ هو عبارة عن تيوب كده فيها فتحتين، يعني هي فتحة مشتركة ما بين الاتنين، ما بين digestive system الجهاز الهضمي والrespiratory system الجهاز التنفسي. تيوب كده ليها فتحتين، فتحة بيدخل منها الهواء اللي انا بتنفسه عن طريق النوز بتاعتي اللي هي تبع respiratory system، فتحة بيدخل منها الفود اللي هي الماوث بتاعي اللي انا بدخل منها الفود عن طريق الدايجستيف سيستم بتاعي. يبقى تاني، الفارينكس هي عبارة عن تيوب ليها فتحتين، فتحة بيدخل منها الاير وفتحة بيدخل منها الفود، فعشان كده بقول عليها كامينج كافيتي. كامينج كافيتي معناها فتحة مشتركة ما بين الدايجستيف سيستم الجهاز الهضمي والريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي. يبقى تاني سنة رابعة، الفارينكس هو عبارة عن ايه؟ اذا common cavity هو فتحة مشتركة between digestive system and respiratory system. يجي بعده الإسوفيجس. قال لي الإسوفيجس is a muscular tube، هو تيوب عضلية كده connecting to stomach، بتوصلني للستومك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو عبارة عن وظيفته ايه بقى؟ بيعمل ايه الفانكشن بتاعت الإسوفيجس؟ قال لي ان هو allow food to pass from pharynx to stomach، هو عبارة عن تيوب كده بتوصل الفود من الفارينكس للستومك. يبقى تاني، الفانكشن بتاعت الاسوفيجس allow food to pass from pharynx to stomach، allow food to pass from pharynx to stomach، بيسمح للأكل انه يعدي من الفارينكس للستومك. طيب بعد الاسوفيجس بيجي عندي دور الستومك. الستومك دي طبعا the main part of digestive system. الستومك هي عبارة عن sac like muscular organ، هي عبارة عن organ بيشبهوه بالساك الكيس، يعني شبه الكيس. الفانكشن بتاعته ايه؟ بيقول لي ان وظيفته او هو بيعمل ايه الستومك دي بتعمل ايه. كل الحكاية ان هي بتطلع juices بتساعد في digestion process، في عملية الهضم. يبقى تاني، الاستومك وظيفتها ايه؟ هي كل حكاية ان هي بتطلع جوس تساعد في عملية الايه؟ الديجيشن بروسس اللي هي عملية الهضم. ايه الجوس اللي بتطلعه ده؟ اسمه جاستريك جوس. يبقى الفانكشن بتاعت الاستومك، وضروري قوي الحتة دي سنة رابعة علشان دايما بيسأل في الجوسس، الاستومك الفانكشن بتاعتها ايه؟ سكريت جاستريك جوس، بتطلع جوس اسمه جاستريك جوس. اكيد الجوس ده ليه فايدة. الجاستريك جوس ده بيعمل دايجست لنوع معين من الاكل، واللي هو البروتين. البروتين ده اللي هو موجود في البيض وفي اللبن في اللحمة، كل الحاجات دي بيبقى فيها بروتين. لو انا اكلت مثلا لحمة النهاردة، اول ما بتنزل الاستومك بتاعتي، الاستومك بتطلع حاجة اسمها جاستريك جوس. الجاستريك جوس ده بيساعدني ان انا اعمل دايجست للبروتين اللي انا اكلته ويهضمه بشكل incompletely، بشكل مش كامل، يعني بتهضمه نص نص، بتحوله لحاجة اسمها سيمي ليكويد. سيمي ليكويد ده عبارة عن ليكويد بس تقيل شوية، زي الهاني كده. عارفين الهاني العسل بيبقى ليكويد تقيل شوية، بطيء كده، ما بينزلش بسرعة زي البوتر، فبقول عليه سيمي ليكويد. يبقى تاني، الجاستريك جوس مهمة جدا. يقول لي digest protein incompletely، بيهضم البروتين بشكل نص نص مش كامل، يعني مش بيهضمه كله، بيحوله لسيمي ليكويد. يبقى تاني يا سنة رابعة، مهمة الحتة دي قوي، الجاستريك جوس digest protein incompletely into a semi liquid، بيحوله من بروتين لسيمي ليكويد، وكده يبقى هو عمل له digest بس بشكل incompletely، يعني نص نص، ما هضمهوش كله. يبقى تاني سنة رابعة، الستومك هي عبارة عن sac like muscular organ، وقلنا ان هي organ شبه السيك، شبه الكيس. الفانكشن بتاعته secrete gastric juice، بيطلع لي حاجة اسمها gastric juice. الجاستريك جوس دي الفانكشن بتاعته ايه؟ digest protein
incompletely into semi liquid، بيحول البروتين او بيهضم البروتين بشكل مش كامل incompletely into semi liquid. بعد الاستومك بيجي دور السمول انتستين، والسمول انتستين اللي هي the longest part of digestive system، هي اطول بارت في الدايجستيف سيستم كله. ليه؟ انا كنت بقول الدايجستيف كانال كان طولها لوحده from 9 to 10 meters، الدايجستيف كانال كلها. تعالوا بقى السمول انتستين لوحدها، البارت ده لوحده اللينث بتاعه about 7 meters، هي لوحدها حوالي 7 meters، يعني عشان كده بقول عليها the longest part، هي اطول بارت في الدايجستيف سيستم كله. الفانكشن بتاعتها ايه؟ هي بتعمل complete digestion of different type of food، اي نوع من الفود لسه ما تهضمش او يعني اتهضم نص نص بيتهضم في الـ small intestine. وكمان احنا كنا بنقول الـ digestive system وظيفته ايه؟ كان بيعمل digest and absorb food، كان بيهضم الاكل وكمان بيسحب منه الفايدة. الفايدة كمان من الأكل اللي احنا بناكله بتتسحب في الـ small intestine اللي هي absorption of digested food، بسحب منه الفايدة. يعني يبقى تاني الـ function بتاعت الـ small intestine حاجتين: complete digestion of different type of food، بتهضم الأكل بشكل كامل أي كان النوع ايه. تاني حاجة absorption of a of food، وبتسحب الفايدة من الأكل اللي اتهضم ده من الـ digested food. طيب الـ small intestine بتتكون من two parts زي ما احنا شايفين في الصورة كده، في part اسمه duodenum وفي part اسمه ileum. الـ part اللي اسمه duodenum هو الـ part اللي مش ملفوف، هو اللي بادئ من نهاية الـ stomach، جزء صغير كده على شكل letter C، جزء مش ملفوف كده. والجزء الكبير او الـ part الكبير اللي هو الملفوف كتير ده اسمه ileum. يبقى تاني الـ small intestine consists of two parts، بتتكون من two parts which are duodenum and ileum. duodenum and ileum بتتكون من duodenum و ileum. الديودنم هو الجزء الصغير اللي مش ملفوف اللي بيبتدي من نهاية الاستومك، والإليم هو الجزء الملفوف كتير ده. طيب أول حاجة الديودنم، الديودنم the first part of small intestine، هو أول part في small intestine، وقلنا إن هو الجزء اللي مش ملفوف ده. in which اللي بيحصل جواه إيه؟ موجود جواه two juices اللي هما البانكرياتيك جوس والبايل جوس. البانكرياتيك جوز ده secreted by pancreas، شبه كلمة بانكرياس، البانكرياس بيطلع حاجة اسمها بانكرياتيك جوز، والليفر بيطلع لي حاجة اسمها bile juice. الاتنين دول مجرد ما هما بيطلعوا بيعملوا secreting للجوزز بتاعتهم بيعملوا لها poured in duodenum، بيصبوها في الديودنم. يبقى تاني البانكرياس بيعمل سكريت لبانكرياتيك جوس، بيطلع لي حاجة اسمها بانكرياتيك جوس، والليفر بيعمل لي سكريت للبايل جوس، بيطلع حاجة اسمها بايل جوس، والاتنين متصلين بالديودنم وبيعملوا بورد الجوسز بتاعتهم فيه، بيصبوا الجوسز بتاعتهم في الديودنم اللي هو أول بورد في السمول انتستين. يبقى مهمة الحتة دي سنة رابعة نفهمها كويس، إن مفيش فود عندي، مفيش أكل أنا باكله بيدخل الليفر أو بيدخل البانكرياس خالص، هو مجرد وظيفتهم ايه؟ ان هم بيطلعوا لي جوسس بتساعدني في عملية الهضم، والجوسس دي كمان مش بتبقى موجودة فيهم، ده هم بيطلعوها ويصبوها في الديودنم، يعني بيحطوها في السمول انتستين. يبقى تاني يا سنة رابعة، مفيش فود بيدخل في الليفر او البانكرياس او السليفري جلانس، اوكي؟ الفود بس بيكون موجود في الدايجستيف كانال اللي احنا قلناها، اللي هي ماوث، فارينكس، اسوفيجس، ستومك، سمول انتستين، لارج انتستين. لكن كل الحكاية ان الجوسز اللي انا بقولها دي، الجوس اللي هي البانكرياتيك جوس والليفر جوس، البانكرياتيك جوس طالع من البانكرياس والليفر جوس طالع من والبايل جوس طالع من الليفر، الاتنين دول بعد ما بيطلعوا بيتصبوا، بعمل لهم بورد في الديودنم، بيتصبوا في الايه؟ في الديودنم اللي هو البارت the first part of a small intestine. بعد ما بيتصبوا فيه بيساعدوني في عملية الديجيشن، في عملية الهضم. يعني ايه؟ انا مش عليا البنكرياتيك جوس بيعمل ديجيست المين، انا عليا بس الفانكشن بتاعت البايل جوس. البايل جوس ده بيعمل لي ديجيست او بيهضم او بيحول
نوع معين من الفود اسمه فاتس، والفاتس دي اللي هي الدهون دي موجودة في السمنة والزيت والكبدة، الحاجات دي فيها فاتس. وظيفة البايل جوز بقى ان انا لما اكل حاجة فيها فاتس يعمل دايجست او يهضم او يحول الفاتس دي، يعمل تشينج للفاتس انتو فاتي ايمولوجين، لمادة كده بسيطة اسمها فاتي ايمولوجين. يبقى تاني يا سنة رابعة، السمول انتستين هي the longest part of digestive system، هي اطول part في digestive system. اللينس بتاعها لوحده 7 meters. الفانكشن بتاعتها complete digestion of different types of food وabsorption of digested food. كمان بتتكون من 2 parts اللي هما الديودنم والإليم، وقلنا ان الديودنم فيه 2 juices جايين منين، واحد جاي من البنكرياس والتاني جاي من الليفر. اللي جاي من البنكرياس اسمه بنكرياتيك، واللي جاي من الليفر اسمه bile juice. الاتنين دول بيساعدوني في عملية الهضمة. انا بقى مهمتي ان انا اعرف ان bile juice ده الفانكشن بتاعته ايه، وظيفته ايه. It change fats into fatty emulsion. ندخل بقى على البارت التاني في الـ small intestine اللي هو الإليم، اللي هو البارت الكبير الملفوف ده. بيتكون من ايه؟ قال لي هو the second part of small intestine، وموجود جواه juice برضو، موجود جواه intestinal juice. برافو، intestinal juice شبه كلمة small intestine. برافو، يبقى الـ small intestine بتطلع juice اسمه intestinal juice، وبتصبه فين؟ في الإليم. الإليم ده بيحصل فيه حاجتين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هما complete digestion of different type of food، بيهضم جميع أنواع الأكل بتتهضم في الإليم، وكمان بيحصل فيه عملية الأبزوربشن اللي هي بسحب الفايدة من الأكل فين؟ في الإليم. طيب الأبزوربشن بروسس دي بتحصل عن طريق حاجة معينة جوه السمول انتستن اسمها فيلاي. الفيلاي دي عبارة عن small nibbles موجودة في السمول انتستن من جوه، بروس كده صغيرة بتبقى موجودة في السمول انتستن، بتسحب، بتعمل absorb للdigested food، بتسحب الفايدة من الأكل اللي اتهضم. مفهومة يا سنة رابعة؟ يبقى تاني الإليم is the second part of the small intestine، هو تاني part في السمول انتستن، موجود جواه juice اسمه intestinal juice. وده بيعمل ايه؟ بيعمل complete digestion of food، بيهضم كل انواع الاكل. تاني حاجة absorption of ايه؟ of digested food، وكمان بيسحب الفايدة من الاكل. وقلنا اللي مسؤول عن انه يسحب الفايدة من الاكل دي اللي هي الفيلاي. الفيلاي دي بروس صغيرة small nibbles موجودة في small intestine من جوه. وبكده نكمل المرة الجاية ان شاء الله.